السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مواطنة ومواطن، شنو حوالكم؟ شنو حوالكم؟ الرجال في الحبوسات، الناس في الحبوسات، هذا من جهة. شنو حوال السوق؟ شنو حوال الخضرة؟ وشنو حوال البطاطا والطماطم والحديد ومستقبل أولادكم وقراية أولادكم؟ تحسنت ولا متحسنتش؟ شنو حوال سبيطاراتكم ودواياتكم؟ شنو حوال ديناركم؟ شنو حوال الفيزا متاعكم؟ سهالت ولا تشوف فرنسا بلاش فيزا؟ شنو حوال الحرقة؟ سهلتش البحر؟ سهلش ولا شحلو البحر؟ الرجال في الحبوسات، ما الذي يتحقق يا مواطن ويا مواطنة؟ هل فهمت أن لا شيء يحدث في تونس سوى إشباع رغبات سلوبودان ميلوزوفيتش ونهش أعراض الرجال والتنكيل ببلد بأكمله دون أن يتحقق أي شيء للمواطن وللمواطنة سوى بيع الأوهام وشرذمة من المجرمة تنكل بالرجال ليلا نهارا؟ قريبا نسمع محكمة. توفيق شرف الدين، رضا غرسلاوي، مراد سعيدان، لطفي بن سالم، عماد ممامش، معز العويني، حكيم الهمامي، شفيق الرواتب، عز الدين العامر، ياسين التايب، سامي الهيشتي، حمادي غربال، عماد الزغلامي، علي الغزواني، سامي اليحياوي، خالد الرحالي، توفيق الجاموسي، مراد حسين، أنيس كشيش، مراد الحويجي، أنيس العوني، شهاب الحمودة، وللقائمة بقية. ومرحبا بكم جميعا، أهلا بكم إلى موجة أخرى. السلام عليكم مجددا أعزائي، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع مقداد موجة أخرى. سعيد جدا بأن ألقاكم في مستهل هذا الأسبوع. أسأل الله تعالى أن يرفع البلاء على تونس وأن يعيدها معافاة إن شاء الله، سليمة نقية من المجرمين كما لم تكن قبل. ورغم ما نجده في تونس وما نراه من صمت يكاد يكون مطبق من الجماهير وعملية تجفيف الشوارع والعنف وعفوا والرعب والترهيب الذي تمارسه بلطجية مجرمة، قلة هم في الحقيقة لا يمثلون وزارة الداخلية ولكن جناح ومجموعة تشتغل لحساب ساكن قرطاج سلوبودان ميلوزوفيتش، مجوع الشعب بايع الأوهام. مجددا حاب اذكركم بان الكذبه الكبيره اللي يطلع بها في كل مره سلوبودان ميلوزوفيتش على شعبه، يحكي على اللي يجوع الشعب، وهؤلاء الذين ينكلون بالشعب، وهؤلاء الذين يجوعون الشعب، وهؤلاء الذين يفقرون الشعب. السؤال: هل الشعب يزداد فقرا؟ هل الشعب يزداد جوعا؟ هل هناك شيء واحد تحقق للشعب اكثر من 1.2 مليار اللي هما حق الحم متاع قصر قرطاج؟ هل هناك فيلة؟ هل هناك ضباع تسكن قصر قرطاج؟ وربما هي الاستخبارات المصرية التي تدور عملية الانقلاب، وهذا مثبت بالمحاضر ومثبت بتسريبات إعلام ألماني وتونسي وغيره، مثبت. فلا شيء يتحقق إذن في تونس سوى فاتورة لحم 1.2 مليار وسلوبودان اجداقه وحناكه قاعدة تنتفخ، أما على الأرض فلا شيء غير بيع الأوهام. الرقم الذي تجدونه على الشاشة نجدد ونقول اللي هو على ذمتكم من أجل اقتراحاتكم وتعليقكم،
خلوني نرحب بصابر النفزاوي صديق البرنامج وابن البرنامج. مرحبا بك صابر النفزاوي. السلام عليكم سي مقداد، تحية لي كل مشاهدينا الكرام. مرحبا. قبل أن أرفع أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس، خليني نعطي جملة من الملاحظات. لم نعد نحن في حاجة باش نجم ننقل أخبار جديدة. لسنا في حاجة باش ننقل لكم أخبار جديدة بالضرورة. يكفي وتكفي عملية مراجعة التصريحات ومواقف في 11 ولا 12 سنة اللي فاتت حتى نفهم ما الذي جرى وكيف جرى، وما لم نفهمه آنذاك وما تمت المغالطة فيه اليوم هناك فرصة للفهم. يكفي أن نشاهد بعقل جديد، بعقل 2023، خاصة بعد أنا سميتهم فيديوهات الفتح الأكبر بعد تصريحات مجرم اتحاد الشغل حسين العباسي وتصريحات أخرى، يصبح الفهم أيسر وأسهل. أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي مدينة تونس، نعود بعده. تقبل الله صلاتكم مسبقا، أهلا بكم. مرحبا بكم مجددا، وأهلا وسهلا بكم، وتقبل الله صلاتكم بمزيد من المغفرة والأجر والثواب والنور، النور الذي يكتسح القلوب حتى ننحو الشماتة وحتى يصبح وراء كل مجرم جريمة ومحجوز وأدلة وقرائن وشهود وتسجيلات. ما يجري في تونس ما حدثش ربما حتى في عهد فرعون، لأنه فرعون ما ادعاش أنه يقيم العدل، فرعون ما ادعاش اللي هو يعمل في الديمقراطية، فرعون ما ادعاش اللي هو ضامن الحقوق والمؤسسات، فرعون قال فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال يا هامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ها؟ ما قالش حشاه فرعون، قولوا معايا حشاه فرعون. فرعون ما قالش ضامن الحريات، فرعون ما قالش تونس تدار بالمؤسسات، فرعون ما قالش ما ندخلش في القضاء. قولوا معايا حاشاه فرعون. حاشاك يا فرعون، كنت واضحا، قلت أنا ربكم الأعلى، قلت أنا ربكم الأعلى. حاشاك يا فرعون. فرعون تونس فرعون تونس، حتى أخلاق فرعون مصر ما عندوش. سفيه كذاب يقول شيء ويفعل شيء. الرجال في الحبوسات سارق من غير سرقة ولا مسروق. يا الله، هل سمعتم أنتم في عهد فرعون مصر سارق من غير مسروق؟ سمعتوش أنتم عملية الزنا حشاكم يقوم بها راجل من غير امرأة والامرأة من غير راجل؟ في عهد المعتوه كل شيء ممكن يصير، حتى القاضية اللي اتهمها في شرفها وبرئت ما عندوش الرجولية متاع البلطجية متاع كلاب السوق اللي يعتذروا في مثل هذه المواقف. وكل الناس، جل الناس من خلق الله عز وجل يتيحوا 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 يتيحوا، ومن بعد تلقى فيه خصلة، تلقى فيه شعرة، تلقى فيه خيط من سبكتر متاع الرجولية، لازم يطلع لك بموقف تقول والله فلان فاجأني اليوم، مرأة تقول سبحان الله ولد فلان اليوم راهو عمل كذا كذا في لقطة جميلة في موقف إيجابي. إلا تعال فوزي عبد الرحمن الناشط السياسي، أشوفه أجمل وأوجز تقريب هذا الكلام في هذه التدوينة. ترى نشوف إيش قال فوزي بن عبد الرحمن. يقول قالكم تكونوا رجالة، تحبوا تكونوا رجال يلي تدعوا أنكم تخافوا ربي انتوما، يا عمر استليني اللينيني تكون راجل أنت؟ قالك فوزي بن عبد الرحمن، قالك عديوا المحاكمات متاع التآمر على أمن الدولة، عديوها في التلفزة قدام الناس الكل.
خلينا نعرف شكون المتآمرين الحقيقيين على أمن البلاد، وخلينا نفهموا شكون يكذب وشكون يقول في الحق. كونوا رجال، قال لك كان عندكم كان ما عندكمش من شنو تخافوا، عدوا لنا المحاكمات في التلفزة خلي الشعب يتفرج كما كان يتفرج في البرلمان. إلا عصابة 25 سمعتوش بهم بخلاف قناة الزيتونة، سمعتوش بعصابة 25 اللي مورط فيها وليد البلطي مستشار قيس سلوبودان مستشار والاقتصادي وعنده شركة قمار ومتآمر على أمن الدولة وموقوف حاليا في العوينة. سمعتوش انتم إعلام العار يستضيف ويخرج لنا تسريبات كيما الخرج شيء اللي خرج فيه، كيما الذهب واللويز اللي خرج فيهم من دار بنات الغنوشي، ذهوباتك اللي بالصنادق هكا يفرقوا فيها على جماعة الملسين وحي التضامن. شفتوش؟ ما شفتوش. سي صابر النفزاوي، هل نحن اليوم يعني نحن سمعنا التهم وتآمر على أمن الدولة وتآمر لم نرى لا أدلة ولا ملفات فارغة، لا محجوز ولا أداة جريمة ولا تسجيل صوتي ولا فيديو. شنو رأيك أمام الصمت المطبق على عصابة 25 والمحاضر والتسجيلات والواتساب موجود في الفرق الأمنية ولا نسمع أي متابعة إعلامية على هكذا جريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مجموعة 25 هي مجموعة فرنسية، وبالتالي هي تحت الحماية الفرنسية، تحت حماية النفوذ الفرنسي في تونس، لذلك لا نسمع عليها الكثير. ولا يمكن تذهب هذه القضية لمنتهاها أيضا لسبب آخر، وهو استفزاز السلطة للمتهمين أو المظنون فيهم وتوظيفهم في ضرب الخصوم. وليس أدل على ذلك من تريبل إكس، الواشي تريبل إكس أو المخبر تريبل إكس، الواشي إكس إكس، تحب تقول إكس إكس يعني بالضبط. ثلاثة إكس هي لبحال في قضية التآمر الأمن الدولة، وهي مخبرة طبعا، ونتحدث عن ميم قاف. ميم قاف يعني. أنا حسب رأيي فهمت اللي هي مايا القصوري. تفضل. نعم. وبالتالي هذه القضية يعني تسير بجناحين، جناح الفرنسي، جناح النفوذ الفرنسي، وجناح الابتزاز السياسي. واعتبر انه قضية ال 25، قضية مجموعة ال 25 هي قضية الانقلاب، يعني هي الشأن الانقلابي الداخلي ان صح التعبير، يصعب التنبؤ بمآلاته الحقيقية. ونعرف انه في النهاية الحماية الفرنسية هي حماية متحركة كأي غطاء خارجي. الغطاء الفرنسي هو غطاء متحرك بمعنى انه غير مضمون الى الابد، ويمكن ان يماطل اللثام عن هؤلاء المتهمين عندما تنتهي مهمتهم الاصليه في ضرب خصوم السياسيين، في ضرب المعارضه، في ضرب المقاومه، وبالتالي سياتي دورهم لا محاله عاجلا او اجلا، سواء بقي الانقلاب او انتهى. نعم، تعال اذا نشوفه مع بعضنا. قلنا وفي بدايه المقدمه اننا مش بالضروره اليوم ماناش في حاجه كبيره. الاخبار الجديده باش نعطوكم والحال أن سلوبودان ميلوشيفيتش مجمد تونس مش مجمد البرلمان، يلغي العقل، يلغي الوقت، يلغي الزمن، ولا شيء إلا النفس متاعه هو يخرج ويدخل. شفتوش راجل يكلم فيه؟ شفتوش امرأة تحكي معاه كيما تحكي العباد مع بعضها؟ ريتوش ذاك علاش هو يقول لك حوار شنو هو لما يحاول إلا نفسه، حتى نفسه يكره تصويرته كي تبدأ مصور على كتاب وينحيه من معرض الكتاب، هو حتى روحه يكرهها. قيس بن علي يكره روحه. لكن اذا نحن ماناش في حاجه برشا للاخبار الجديده بالضروره، وماهيش موجوده الاخبار الجديده برشا ما عدا الايقافات وانتهاك الحرمات والدخول على البيوت وتسكير بيوت النوم، ومن بعد يخرجوا يسهلوا على الذهب كما تسال العصابات. اما في الارشيف نقلبوا شويه بعض الفيديوهات حتى نفهم ما الذي أردانا إلى هذا المنزلق وإلى هذا التوقيت الخايب على تونس برشا. نشوفه نقرأ ونتفرج في بعض الفيديوهات مش نفهم برشا حاجات. هات نبدأ مباشرة بعد 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 الثورة، مباشرة في الأيام الأولى في أوج الثورة. شوفوا كل متاع الأنفاق، شوفوا ساعة أولا قبل كل شيء،
شوفوا هو يتكلم عينيه وين، وقارنوا بين لغة الجسد متاعه الآن في البلاتوات اللي مسيطر عليها إذاعات وتلافز، ها بالأسود موشح دائما بالسواد، شوفوا عينيه توا وين تغزر، وشوفوا عينيه قبل كيفاش تغزر. راح أعطيني سمان. نحب نعتذر للشعب التونسي باسمي وباسم كل الزملاء الصحفيين والإعلاميين، تلفزة وصحافة مكتوبة ومسموعة ومرئية، على التعتيم الكبير اللي عايشناهم فيه على امتداد أكثر من 20 سنة. بعد سنتين من 87-89 دخلنا في نفق مظلم، دخلنا في الكذب، دخلنا في الافتراء، دخلنا في التعتيم. فينا بعض زملاء تورطوا واللي يعملوا في الصحافة السياسية واللي يقوموا بالبروباغندا واللي خدمان عند الوالي هذا وعند الوزير هذا وحتى عند العائلات اللي سيموسف ما سمهاش، وانا نسمي العائلات هي عائلات طرابلسية، عائلات الصخر الماتري، عائلة شبوب. هذه العائلات التي انتفخت فجأة وظهر عليها ثراء مش فاحش بركة بل قبيح، لانه في حتى المفيقو دول ذكرى دول ذكرى العائلات موجودين والشعب التونسي يذكر فيهم بالاسم بالاسم. ما نجوش اليوم احنا في اللحظه هذه الفارقه في تاريخ تونس بالحيز الكبير اللي عاد على الحريه باش نخبيه الحقائق. انا علاش نتكلم هكا؟ لانه انا العبد اللي قدامكم شهاده صارخه على ما معنى ان تكون صحافي في ال20 سنة اللي مرت. انا صحافي اللي اتطرد، انا الصحافي اللي معناها حرموني وجوعوني وجوعوا صغاري وكلفوني معناها سنوات من البطاله من اجل مقالات كنت نكتب. جوعوا قال لك جوعني النظام القديم، هذا المناضل قال لك جوعني النظام القديم. اما قل له الثوره اللي شبعاتك واعطاتك البلاتوات واعطاتك اذاعات جديده كانت ما كانتش موجوده، واعطاتك برشا تلافز كانت تم تلفزه واحده، اش عملت معاها الثوره والشهداء؟ سميتش نهار الشهداء والجرحى، ذكرتهمش نهار بخير اللي شبعوك ها وخلوك ردوك راجل، ردوك راجل وعندك بطاقه راجل على الاقل، عطاوك كارته نتاع راجل. ها شنو عملت معاهم هذوما؟ شوفوا العركه بعد ذي، وبعد باش يتبدل السيد هذايا طبعا. وهذه قضيه الثعابين، الناس اللي تصوروا ان الثعابين يمكن تنجم تسكنوا معاك كيف تعلفوا يولي كائن اليف لطيف، اه لا اله الا الله. شوفوا بعدين ايش باش يصير. ما كنتش لهذا الرصاص ولا كنت ملثم، كنت نكتب في جرايد تخرج، تعاقبت مرات ومرات ومرات. انا اليوم ما عندي لا تشفي ولا عندي التقاء. انا اليوم فرحان نحب نبوس بو عزيزي لانه هو الله يرحمه بو عزيزي. نعم يعطيك الصحه، لكن حبيت نقول لك ملاحظه انه انت نفسك سي لطفي العماري، لا ادري ربما كان ضغوطات سمعتك وانت تقدم في تحيه للعائله هذه في لحظه في لقطه من ذكرني يا اختي العزيزه من غير ما نذكرك. ذكرني اتحداكي مدام سيس، انت اخر انسانه تحث على الشيء هذا. لا بالعكس، انا انت من اكبر المتآمرات على الشعب التونسي وعلى حريه الشعب التونسي. انا متآمر لكن هذا ما يمنعش من بعد الجماعه ذوما باش يرتبوا الصفوف. سي صابر تبع لنا شويه الشريط واعطينا قراءتك. من بعد اللي يتعاركوا ذوما من بعد باش يتمترسوا باش ينظموا باش ينسقوا. وإنكم يا قوم وإنكم لا تدرون حجم المكيدة بالليل والنهار. رو حسين مجرم الاتحاد رو قال لك ما خليناهمش يرقدوا لليل نهار، ما هوش وحده، رو ذاك بتنسيق مع الإعلام. شوفوا مفسد بناتكم وأولادكم، شوفوا شكون شكاب هذا قالوا له راك لوث تصويرة المرأة التونسية، راك فسدت لنا بناتنا، راك اقذر بني البشر جبتهم ورديتهم من النجمات. شوفوا كيف ينسق واسمعوا شو الموضوع بالذات شو باش يعمل معاه. شوفوا قولك انا قلت واش ما بفهمش بلي بيان سي مون وي في جو بونس حتى تليفوني ما عجبتوش ذاك. دونك باش نبدا من الاول نقول بون يا جماعه اليوم باش نحكي لكم على
شنو اختصاصي؟ بصحتي اللي بصحتك نوت نوت خو برسم خو تو ني با بلون بوغ ريان خوز ورقه خير 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 خذ ورقه وستيلو مشات باش تجيب ورقه تو هي تو هي مشات باش تجيب ورقه باش يوم اللي عليها كيفاش يطيح قدر الرجال نتاع تونس ها هذا ما كانش يعمل في الترفيه. شوفوا الطفله هذه المربوطه تو حاليا هذه اللي وقفوها في المطار هذوما النكيرات اللي جابهم سامي مجرم تونس مجرم الاعلام ها من اجل باش يبخس لكم حياتكم ويرضل ليكم ها يرضل ليكم كل جميل تسمعني في الاخر ما جابتش الورقة مازال كلام بذيء نحيناه كلام بذيء صحيح الحمد لله عليك جيت في اخر سيزون وقفت لي باهي انا اليوم باش نحكي لكم على اختصاصي اللي هو السياسه باش نحكي في موضوع نحكي في موضوع اللي انا نسال فيه على الاخر صحيح يزمك باش نحكي لكم في موضوع اللي انا نفهم فيه على الاخر تعمل لغه سهله اليوم انا باش نحكي في موضوع اللي انا نفهم فيه على الاخر بيان سور الناس الكل تعرف اللي هو اختصاصي هو السياسه اسمع تو واحد تو يقول لك واحد كوارجيه باخت يقول لك صحيح هاي بوتوكس بوتوكس وكذا قول له انت كيف بتساعدك انا منفهم كان في السياسه صحيح لازم نحكي في السياسه باش نحكي في السياسه بنت تخيل استاذه سونيا الدهماني خير مني ولا امينة ستار طبعا الفيديو خلي لي تصويرك كاكا بارك الله فيك زميلي طبعا الفيديو هذا كلام مبذي ها الاستهداف المكر الخديعة السيناريو باش التونسي يكره الحياة السياسية باش التونسي يشلك كل من يحكم باهي ولا خايب باش التونسي ما يعطي حتى فرصة لأي واحد يجي يحكم ها؟ ثم بلاد لا تقاد بالسياسة ثم بلاد يحكموا فيها موسيقيين ثم بلاد يحكموا فيها الكوارجية ريتوش بلاد يحكموا فيها فلاسفة كهو فلاسفة ريتوش بلاد ما يحكموش فيها رجال سياسة وروني سمولي بلد واحد في العالم ها؟ ما يحكموش رجال السياسة سيد ذايا ها السيد هذا كان لابس سفساري بعد الثورة وخرج وهو يبكي قال لا أنا راني مهربتش حبي يكذب في الجزيرة اللي هو مهربش لكن كيف اللي حكموا ما كانوش رجال عاد ورجع حكى ينسق الطفلة ذي ضحية ذي كانت تنجم تكون نكرة حتى حد ما يراها وحتى حد ما يشوفها ويتوب الله على من يتوب تخدم مؤنسة في الوتلة مؤنسة في الليل تجيب الكليونات باش الكليونات المغرومين بالافكار وبالفلسفه وبالصواب وبالشعر والاداء والالقاء يمشوا لها ويكونسوموا ويعملوا استهلاك في النزل ها هذه اصبحت تقود الراي وتصنع الراي باش تعرف يا شعب تونس قديش ربي غاضب عليك باش تعرف قديش ربي غاضب عليك شوف الصحفيه العلمانيه اللي تكره حزب العداله والتنميه وتكره اردوغان ولا تنتمي اليه اطلاقا كيف صار الانقلاب تعلم هي أن الانقلابات وأن حكم الجيش وأن أحكام الدكتاتور لا تأتي بخير على الجميع فالله سبحانه وتعالى نور لها قلبها قامت بواجبها بما تستطيع ولكن هي لأنها تحب بلادها وحتى اللي يحكم ما يعجبهاش ترى أن لمصلحة بلدها أن لا يكون هناك انقلاب وأن لا يتم انقضاض على الصناديق وأن لا يتم إجهاض المسار وأن يظل البلد محافظ على أولوياته في الاستقرار ها من أجل الازدهار مثلا مش ازدهار يأتي من غير استقرار فبالهاتف الجوال متاعها تلقت المكالمة من أردوغان وما مارستش الصحافة خاطر الصحافة فيها برشا قذارة مارست الإنسانية والوطنية متاعها ويمكن وأنت صحفي إعلامي تنجم تغادر الصحافة والإعلام لكن أهم شيء تسأل نفسك هل أنت مواطن أم لا وممكن تخسر المواطنة متاعك وممكن ينحولك الجنسية هل بعد تسأل روحك هل أنت مازلت إنسان على قيد الإنسانية ولا ما عدتش على قيد الإنسانية قبل أن تكون على قيد الحياة إذن تعرفوا القصة للقصة بقية وهذه المرأة من خلال تلفزيون ومن خلال تلقيها المكالمة وما خافتش
والجيش يقتل فيها على بكرة أبيها فوق الجسور ما خافتش، وصلت الصوت، وبتلك المكالمة بذاك الموقف تم إجهاض انقلاب تركيا. وتعلمون البقية، وتعرفوا بعد تركيا شنو قاعدة تصنع، وتعرفوا تركيا، وتعرفوا لتونس، تونس كي تنحى منها اتحاد الخراب وتنحى منها إعلام الرذيلة، تونس تنجم تولي خير من تركيا. ليست تركيا هي الحالة المثالية المثلى، وإنما قصة جميلة يمكن أن نستقي منها الدروس، ولكل بلد عنده تجربته وعنده مقاربته وعنده أفكاره وعنده رجاله وعنده خصوصياته وعنده ثوابته وعنده نقاط التمايز متاعه اللي تنجم ربما تعطيها خطوات أكثر من أي بلد آخر. مش بالضرورة تكون يعني تكون ثم كوبي كولي، يعني مش نسخ ولصق في الدول وفي تجارب الدول. أختم قبل ما نمشي لصابر نفزاوي هذا المربع. شوفوا 1,800,000 اللي حكى عليهم سفيه قرطاج، ظهروا بالصدفة، ظهروا موجودين في تركيا في يوم الأحد أمس في الاجتماع الجماهيري. 1,800,000 اتضح بأنهم جاءوا هنا لتركيا من أجل تأييد أردوغان. تفرجوا المشهد، ورينا يا سلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم من أراد لبلداننا وأوطاننا شرا فأرنا فيه عجائب قدرتك، ونقي صفوفنا من الخونة، نقي صفوفنا من الخونة، نقي صفوفنا من الحماميين والزيتونيين وأشباه الزيتونيين. هم مش زيتونيين، حاشا الزيتونة وحاشا غصن الزيتون الجميل من تونس. هذا من 1,800,000 متاع تركيا، وتركيا على موعد انتخاب يوم 17 ماي. حفظ الله هذا البلد اللي متآمر عليه العالم الكل، ولكنه يخط في تجربته ويحفر في التاريخ. صابر النفزاوي تفضل إليك. نعم، ما لحق بالمسار الثوري من فشل سببه الأساسي عدم تطهير مثلث السلطة، الأمن، القضاء والإعلام. لا يمكن بناء منظومة جديدة بإعلام قديم وأمن قديم وقضاء قديم. الثورة الحقيقية هدم ورفع وبناء، هدم للقديم ورفع لأنقاض هذا القديم وبناء للجديد. دون ثنائية الهدم والرفع لا يمكن إحداث تغيير يلامس نخاع عظم الدولة. الصحفيون في تونس في معظمهم هم باحثون عن مهمة، باحثون عن خدمة يقدمونها للغير، حتى لو كان هذا الغير جاسوس أو دولة أجنبية أو ما إلى ذلك. لا اعتبار في هذا لأي مصلحة وطنية عليا. هؤلاء غير مكلفين بمهمة قذرة، هؤلاء قدرات مكلفة بمهمة. الإعلام في تونس أو الصحفي في تونس أو الصحافة في تونس غير مؤمنة بدورها الخطير في المجتمع كوسيط خطير بين الحاكم والمحكوم، وكحلقة كحلقة مهمة جدا في سلسلة التأثير والتحكم عن بعد، أو ما يسميه برنار تيغلر التيلوكراسيا، التأثير عن بعد في المجتمع. وطبعا هذه المهمة الخطيرة للأسف الشديد بقيت في يد الدولة العميقة، في يد المنظومة القديمة، وبالتالي قطعت كل إمكان لتغيير ثوري حقيقي في تونس. هذا هو يعني. نعم، شكرا لك. نذهب إلى موجة أخرى وابقوا معنا. مرحبا مجددا وأهلا بكم. تباعا هناك بعض المواقف وبعض التصريحات والفيديوهات وبعض المنشورات اللي موجودة نتابعها أول بأول. هتعطينا بداية. نعم، نشوف ما الذي لدينا. طبعا بعض الاتصالات قاعدة تصير على رقم 0216-98-27-63-63. أسفين، حجم المكالمات كثير وظرف البلد تعرفوه، والناس تغفق وتشتكي، ونحن لا نستطيع أن
نمرر كل شيء وكل المكالمات. واحنا جميل جدا مازال هذا، نحن كنا نتكلم على صحفي تركيا، كنا نتكلم على الاعلام، شوفوا هذا التسجيل، شوفوا المجرمه نتاع اصابه ال25 مازالت كرونيكوز في الاذاعه نتاع سيرين بن علي ومازالت تتمتع بكل الحريه رغم هذه التسجيلات. واسمعوا تسجيل وحدكم تراسم وجيت على الخفيخ لازم يتنحى وفات على خاطر قاعد يعني في نفس الشيسه نتاع الشاهد في النهار يحط في مية واحد ويلبس فيها وهالحركة متاع الولايات اللي يحب يقدها عامل هيد الشاهد وهو يحب يبلصها. دونك خممنا قلنا الرئيسي ينحيه فوالا. دونك وخممنا قلنا نحط واحد من الحكومة وزير رئيس حكومة بالنيابة، خممنا في المشيشي خاطر سي لو سول كي نوزي أكي 100%. دو مانيير اسكو يولي معناها سي برسك شويه انوم دو باي ماني ماشي يقعد في الوزاره نتاعو، اي في الوزاره الاولى سافيتر لو بالي كي با ديريجي لي شوز من تالي معناها فهمت. واقترحت معناها العضد الاقتصادي في الحكايه دي باش يكون هو المستشار الاولاني نتاع الفخفيخ توفيق بكار، بون حتى التوا قالوا لي اي فيها. دونك بون يا مواطن يا تعيس يلي ما عندكش حق دونت فريس، تبع في الشيطان وتلوج على الجنه وتبع في ابليس. يا مواطن يا تعيس يلي ما عندكش شيت الفمك، شوفوا شكون اللي يصنع لك في حكومتك، شوفوا شكون يعين في رئيس الحكومه، شوفوا شكون يعين في شكون شنو الصفه نتاعو. خي هذا تآمر ولا مش تآمر؟ خي تبديل الحكومات وتعيين الحكام من خارج المؤسسات الرسميه للبلد، خي شنو تسموه انتوما؟ شنو تسموه؟ تسموها تهريب نتاع ايسونس بتابع التهريب؟ تسموها تسموه شنو تسموها؟ قولوا لي شنو تسموها بالضبط؟ سمعتوا شنو تقول هي؟ هي قتلك راهو المشيشي مش يكون لوم دو باي، رجل من التبن، رجل من القش موجود في قصف في القصبه. وقتلك البالي، قتلك قصر قرطاج هو الذي سيدير العملية السياسية بصفتها ماذا؟ بصفتها جاسوسة وهي اللي مغرومة بحجر رئيس سفير فرنسا؟ ها؟ حجر متاعه هنا راهو نقص. ها؟ معناها انتوما تتصوروا بلاد كما مازال معنى للاستقلال وتتصوروا السيادة، يكذب عليكم سلوبودان ميلوزوفيتش ويقول لكم على السيادة. شوفوا فضايحهم، شوفوا جرائمهم. باي عطوني تسريب على الأزهر العاكرمي هك، باي عطوني تسريب على عصام الشاب، عطوني تسريب على ميا، على اسم عفوا على 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 اللي تحبوا انتم. اعطوني تسريب، اعطوني تسريب على شيمة، هات اعطوني تسريب، اعطوني تسريب متاع تآمر كما تتآمر الأفعى، اعطوني تسريب يا أولاد مفيدة انتم، اعطونا تسريب واحد مثل هذا التسريب. ها صابر تحب تعلق عليه؟ نعم. مير غسوري هي صنيعة الإعلام وأكثر من ذلك هي صنيعة مخابرات في الحقيقة، وهي نموذجية، صورة نموذجية لمثقف التلفزيون انتلكتويال ميدياتيك، مثقف التلفزيون الذي يتسم بخصلتين أساسيتين، أولا الطلاقة والإنسيابية في الحديث في الكلام، ثانيا الاستعراض المعرفي والصدامية. وطبعا توفر هاتين الميزتين أو السمتين في أي كرونيكور أو إعلامي هو يجعل بضاعته بواردي الرواج أكثر بين الحشود التي تزهد بطبيعتها في طلب الحقيقة. الحشود يعني انتباعية بطبيعتها، تنبهر، عندها نظرة انبهارية للمشهد، وهي طبعا نظرة قشرية للمنافر الحوارية، ولا تنظر إلى فحو الحوار بقدر ما تنظر إلى شكل الحوار. هي شكلانية في تعاملها مع التلفزيون، وكما يقول جوناثان هايت في كتابه لماذا ينقسم الناس الطيبون بسبب السياسه والدين، المواطن في مهب الدعايه السياسيه ليس سوى عقل صغير يمتطي صهوته
في الضخم من اللاوعي والغرائز والعواطف والمشاعر. فطبعا هذا يدخل في إطار نظرية الكلب العاطفي والذيل العقلاني. وما أراد أن يقوله جوناثان هايد بهذا الكلام هو أن المواطن في مهب الدعاية السياسية لا يستطيع التفكير بقدر ما وما يستطيع الشعور بالأحداث أو استشعار الحدث أو أخذ انطباعات حول الحدث. هذا هو يعني. صابر، الكلام اللي قلته هلأ ثلاثة دقائق ذوما نحبنا نحطهم فوق كاميون ولا كاميونة بشي فوق سيزو ونعلقهم ولا نكتبهم وندور بهم تونس، لعل الله يقذف شوية نور خاصة في الشباب فيتحول يتحولك اللي هو قطيع ويخمم يلوج على القطيع يقفز ويطلع إلى مربع الإنسان اللي يفكر ويفهم روحه وشكون اللي قاعد يحكم فيه وكيف يحكمه. شكرا جزيلا لك على هذا المقطع الخاص برشا. هات تعطينا فما اليوم زميلي العزيز من المنشورات، أعطينا نشوفه. هذا حديدان يقول إرادة سياسية وراء تحسن مؤشرات إنتاج الفوسفات وتصديره. فوسفات قاعد يتصدر بشيء كبير برشا. زعم علاش كان معارق للفوسفات؟ زعم شكون المجرم اللي كان معارق له؟ تذكرشكم مش واحد، ماشي واحد من الاتحاد الجمعة اللي فاتت اسمه حسين، حاشا حسين، قال راهو ما خليناهمش يرقدوا ليل نهار هك الجماعة اللي كانوا في الحكم 10 سنين، قال لك من عمرنا لا خليناهم يرقدوا ليل نهار. ثم بعده ايضا ورينا بعده بسام طريفي متاع المرحومة رابطة حقوق الإنسان أو حقوق اليسار، قال بسام طريفي متاع المرحومة رابطة حقوق الإنسان، قال لك المبادرة اللي مكبوبين عليها المنظمات الاجتماعية، نكتة هي مبادرة، معناها بعد ما تمشي للصندوق وبعد ما نعملوا انتخابات وبعد ما نعملوا دعاية ومعلقات وملصقات وورقات فيها وعود انتخابية، من بعد تجي الرابطة النكرة باش تسطر لنا برنامجنا، تفرض علينا برنامجها هي، ومن غير لا انتخابات ولا مش ممكن مش مشكل يعني، حتى كان المنخرطين فيها 50-60 واحد معليش يسطروا أحكام الشعوب وأحكام الشباب ولا كل الشرائح الاجتماعية. قال لك المنظمات الاجتماعية صيغة الجامعة تعني 4 منظمات فقط ويمكن اختزالها ايديولوجيا وواقعيا في واحدة، اللي يقصد الاتحاد الشغلي. الرحوي هو والوطن نتاعو ما يعبيوش كار صفرة زينة وعزيزة، فما بالك وهو هارب بشتر الكار التلاني. قال لك سألوا المذيع على النهضة، هذا مذيع شمس فام، سأل هذا متاع طريفي وريث أبيه، قال لك سألوا على النهضة يا أخي ارتبكوا، قال له أش مهزنا الغادي على أساس أن النهضة 3 من الناس موجودين في آخر الصحراء بحضر جيب معتوق. من ألطاف الله أنه هذا البشر متعدي بطبيعته يبحث على قطب الإرهاب، هو بيده مستدعى يبحث في قطب الإرهاب، أما لو كان موعود بوزارة الله أعلم بالطلعة اللي باش يطلع بها. ثم بعده هو بيده طريفي يزور في مرت بشير العكرمي ومرت عصام الشابي ويزور في مرت شكون الآخر سمولي، مرت الأزهر العكرمي وعصام الشابي وسيف الدين مخلوف ورضا بالحاج وجماعة اللي موقفين هذوكم، قاعد يزور في ديارهم كل مراه يزلها بكو نوار. أما ما فهمتش علاش ما خرجت كان التصويرة هذية مع الموقوف، مع مرت الموقوف حمل همامي الموقوف في السجن، مشى يزور في مرته راضية نصراوي، علاش ما خرجت إلا التصويرة هذية؟ يا رابطة يا فاشية، الرابطة الفاشية، اليسار الفاشي اللي ما دفعش على البنات اللي كانوا في زمن بن علي يحلوا لهم المروحة هذيك متاع الهواء في مناطق حساسة ويطيحوا لهم أرحامهم، يطيحوا لهم الجوف متاعهم ويغتصبوهم. ما كانوش الأذيال متاع اليسار والصبابة ذوما ما كانوش يدافعوا على ذوكم، لأن ما يعتبروش ذوكم هم حقوق إنسان، ذوكم يعتبروهم تابعين جمعيات الحيوان والحلزون، هم ما يدافعوا إلا على اليسار، والإنسان لا يكون إلا يسارين أو لا يكون.
بعده لطفي الكعبي. لطفي الكعبي قال لك غريبة، لا عاد فما بطالة وناس تبكي وتشكي ليل ونهار، لا عاد فما أصحاب الشهائد العليا والمعطلين عن العمل، لا عاد فما غلاف المعيشة ولا كل شيء متوفر وكل شيء موجود سبحان الله. قال لك لا عاد فما إضرابات ولا تسكير كياسات ولا غلق مؤسسات سبحان الله، لا عاد مشاكل اقتصادية وخزينة فارغة وحنا خايفين على بلادي وناري عليك يا تونس ويا ناري عليك يا بلادي يا كجمعت يا ناري عليك يا تونس ها وخزينة فارغة. قال كل شيء مؤجل حتى إشعار آخر. ثم بعده خليفة الغيلوفي قال لك وغاب لخلة من العام غيبته الكبرى، يعني من جديد بعد آخر ظهور له بين أتباعه ومريديه في الفاتح من شهر الحنكليس من عام الفيل، عجل الله فرجه الشريف ومتعه بالباصات ما فهمتهاش ولا ما فهمتها التي لم يطأها قبله إنسان إنس ولا جان. ثم بعده كريم العروسي ورفيكم كذلك في المنجز العظيم الأسبوع اللي فات، الإنجازات في تونس هي صفر مع فيل والمشاكل هي 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 في اللمفيني. ثم نصر الدين السويلمي نشر له اسكندر الرقيق هذه التدوينة، قالها ويني يا أمينة في من وما جابوهاش باش تعاري روحها على تونس، وعلاش ما كرموهاش في المهرجانات كما كانوا يعملوا يعني، ويني جمعية شمس شبيها ما طلبتش برخصة التلفزة، ويني رسوم العبدلية شبيها الإبداع توقف، وينو فيلم نسمة متاع لربي لسيدي وذاك وكل البرسيبوليس، وينو العماري وتحليلاته والبلومي وتحقيقاته بن غربية وتسريباته، وينو رشدي ورقصاته، وينو قانون الميراث شبيه بات حسو، ويني أمال الجرامي ونايل السليني ورجاء بن سلامة وسعيدة قراش وسلمى بكار وكل الروضات القرآنية والوكر القرآني، وينو تيب شوي الساعة شبيها قطر الخيرية قاعدة تبني ودشن وتوزع ولا من تحدث وحذر من الخطر متاع قطر، تخوضون معارك الباطل بأشكال موسمية كالصراصير بينما نخوض معارك الحق من المهدي إلى اللحد، سوف نبقى هنا. تحبش تعلق صابر نفزاوي؟ فقط نقطة بسيطة تتعلق بنقطة معينة، نقطة غياب الاحتجاجات الاجتماعية أو الشعبية في هذه المرحلة مع بعض الانقلاب. صحيح أنه كان فما توظيف سياسي لهذه الاحتجاجات، لكن ما يجب أن نراه أيضا هو أن جزء كبير من تراجع هذه الاحتجاجات سببه الأساسي هو الانقلاب، بمعنى ضيق دائرة الحرية وغياب الحد الأدنى من نقاط الحرية التي تسمح بالاحتجاج، وهذه نقطة مهمة أردت الإشارة إليها. يعطيك الصحة صابر، شكرا لك. هتعطينا بعد وهتعطينا شنو عنا كذلك أيضا بعض. كريم بوريان قال لك شوهوا وشنعوا بالمدارس والروضات القرآنية وضيقوا عليهم فكانت هذه النتيجة. النتيجة هذه البنية هذيك هي الوحيدة اللي هي الوحيدة اللي مستورة، والأولاد هم اللي عراية تحبوا تقلبوها قلبوها. في كليب ما شاء الله سيوفة وسكاكن وراب وكلام من درا كيفاش، قال وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل من حارب تحفيظ القرآن الكريم للأطفال وعرقل ذلك، وحسبي الله كذلك يا كريم بوريان في كل من خذل وجبنا أمام الأشرار وخاف منهم وتذيل ليهم كما الزيتوني والحمامي، والله أعلم شنو باع وشنو اشترى وشنو قود وشنو صب، والله أعلم شنو قال، والله أعلم كيف تآمر، وبدليل أن لا شيء يملأ المكان الآن سوى الصمت المطبق للخونة اللي كنا نتصورهم يعطوا فينا في دروس في الثورية. تعال ثم بعد شنو عنا آخر. وزير الداخلية يقول مرحبا بيهود العالم في تونس، مرحبا بيهود العالم في تونس. يقول الأقلية المسلمة اللي قاعدين تدخلوا لهم على بيوتهم وتسكروا على أرواحكم بيوت النوم وتسهلوا على الذهب، ويا مجرم أنت يا مجرم يا مجرم أنت ويا مجرم أنت
من علامات الساعة أن ترى عمر المزيف يستعين بلينين وستالين اللي قتلوا الملايين في فيروس في الاتحاد السوفيتي. المجرم هذا يختطف النساء بدل الرجال، ياخذ امرأة رهينة خميس الظويهري لأنه يحتج سلميا، لا عنده سيف ولا سكين، مشى يزور في أمه في تبرقة، دخلوا على البيت لم يجدوه فاعتقلوا زوجته حتى جاء وسلم روحه. هذا يرحب باليهود ويعطي فيهم في الأمن والأمان، أما الجالية المسلمة الروهينجا تاع تونس يعمل فيها اللي يحب. أعطينا إيش عنا بعد سعبد الباقي، سعبد الباقي بن محمد المولدي رحم الله المولدي، يقول شدت انتباهي الحرب الضروس والتنابز بالألقاب على الفيسبوك بين أنصار فريقين عريقين، يقصد الترجي والإفريقي، إلى هذا الحد الشعب الكريم مخدر، كأن مشاكله حلت ولم يبقى له غير الثرثرة. أقول مثل ما قال غيري سابقا، الكرة أفيون الشعوب التعيسة. هو السؤال، السؤال سي عبد الباقي، علاش جماهير الترجي والإفريقي والصفاقسي وجماهير الكرة علاش تتقلق من الحكم الظالم اللي ما يرجعش للفار؟ علاش تصر باش تشوف عرقله ولا ما عرقلوش، وشدوا من المريول ولا ما شدوش، وتخرج لك شاكش ويتسب الخالق الرحمن الرحيم؟ علاش نفس الإنسان لا يهمه ظلم الحكام متاع قرطاج وظلم البوليسية المجرمة وظلم الناس اللي قاعدين ينكلوا بالعباد؟ علاش ما تهموش شيماء عيسى اللي في السجن من غير جريمة، والرجال اللي رمضوا في السجون لماذا لا يهتم إلا بكرة القدم؟ لماذا الإنسان تافه؟ لماذا هو تافه؟ يا مواطن، يا مواطن، لماذا أنت تافه؟ علاش أوداجك تولي كالطبل مجدودة على ضربة جزاء فيها وعليها وفار ومس وما وسوش وعاود وخر، وأنت تثبت وتستعين بحكام الإمارات وقنوات الكاس والبيين وتستنى المفيولة، ولا يهمك الظلم والجور اللي يهز سجون للناس وينكل بعائلات؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. السلام عليكم ورحمة الله.